سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. حظيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً، بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساة، ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك، نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخنة. نوح عليه السلام. وروي أن نوحاً عليه السلام لما ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا، فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض، وخاف نوح الغرق، فدعا ربه وقال: إلهي، طفت جميع الأرض وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فنزل جبرائيل فقال: يا نوح، في هذا الموضع يقتل الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء. فقال نوح: ومن القاتل له يا جبرائيل؟ قال: قاتله لعين أهل سبع سماوات وسبع أراضين. فلعنه نوح أربع مرات، فسارت السفينة حتى بلغت الجودي واستقرت عليه.